في الاهلي او في قناته. كل الاحترام للشخصيه العظيمه كابتن محمود الخطيب. لو قعدت اتكلمت على كابتن محمود الخطيب انا تحديدا او كل عشاق النادي الاهلي بالنسبه لهم الكابتن محمود الخطيب اسطوره، واسطوره كبيره جدا من يوم ما وعينا على حاجه اسمها كوره ومحمود الخطيب في وداننا وفي قلوبنا باخلاقه وبمهاراته بشكله العام، يعني حاجه قدوه فعلا واسطوره فعلا لكل الاهلاويه. هي دي لقطات يا كابتن محمود يعني مش احتفاليه، فمش احتفاليه، مع انك كان نفسنا نحتفل بيك، يعني لو ما احتفلناش بيك نحتفل بمين؟ لكن طالما حضرتك عايز كده فماشي. زي ما بقول لحضراتكم كلنا اول ما وعينا على الكوره واساطير النادي الاهلي كان الكابتن محمود الخطيب من ضمن الاساطير، الاساطير الكبيره اللي علمت في النادي الاهلي وزادت من مشجعيه ومحبيه، ودي كانت حقيقه فعلا. ولو في صوت نسيب الجماهير تستمتع، يعني لو قعدنا نتفرج كل يوم اكيد هنستمتع بالكابتن محمود الخطيب. انا حتى لما بستضيف حد من جيل الكابتن محمود الخطيب نجم كبير طبعا، يعني اول حاجه بيقولها قد ايه كابتن محمود الخطيب كان لعيب كبير وكان قدوه وكان حاجه فعلا يعني بتشرف ان هو كان زميل ليه في الملاعب. ده لسان حال كل اللي بيجي هنا معايا في الاستوديو او بيطلع في اي مكان بيتشرف بالكابتن محمود الخطيب. يعني اهداف كتير جدا للكابتن محمود الخطيب، بقول لكم لو قعدت اتكلم عليه شخصيا مش هيكفيني فيه ايام. كابتن محمود الخطيب من الحاجات اللي انا بفتخر بيها شخصيا ان السنه اللي فاتت اعتقد لما كان في، مش عايز بقى افتكر اللي فات والاداره اللي فاتت والحاجات اللي فاتت دي الايام اللي فاتت، لكن انا شخصيا لما فضلت بان انا اقول للكابتن محمود خطيب كل سنه وانت طيب في قلب قناه النادي الاهلي، او ان انا يبقى احد اسباب مشياني من القناه ان انا اقول كده، انا فضلت ان انا اقول له كل سنه وطيب، لان ما ينفعش ان احنا نبقى في قناه النادي الاهلي وما نحتفلش باسطوره بحجم الكابتن محمود الخطيب، واعتقد ان اي حد في مكاني كان هيعمل كده. كابتن محمود الخطيب من احد الاساطير في النادي الاهلي، وعلشان اقول للناس حاجه، الناس في ناس كده حبها بيبقى في القلوب من عند ربنا، فما تحاولوش تقربوا من رموز النادي الاهلي بشكل عام. يعني على سبيل المثال وليس الحصر، الكابتن الكبير مرحوم صالح سليم ربنا يديله طول العمر ويفضل بينا ومنورنا وبنتعلم منه دايما، الكابتن محمود الخطيب، ابو تريكه، الناس المهندس حسن حمدي طبعا، الناس اللي حبها في قلب جمهور النادي الاهلي وفي عقله، ما تحاولوش تقربوا منهم خالص خالص. ده الانسان الذكي، الانسان اللي بيفهم، انا بتكلم الناس اللي بتفهم، ما تحاولوش تقربوا للناس دي، لان الناس دي اساطير وحبهم اتولد في قلوب الناس من اول ما شفناهم، من اول ما شفناهم، فما تحاولوش تقربوا لهم باي كلمه باي لفظ باي يعني خدش، لان مهما تقولوا ومهما تعملوا في الناس دي حبهم في قلبنا، فمش هنصدقكم. حتى لو احنا شفنا الناس دي بتعمل حاجه احنا مش هنصدق عينينا، دي حقيقه لكل الناس. فكلام الناس اللي بتفهم، في اساطير ورموز النادي الاهلي محدش يحاول يقرب منها خالص. زي جماهيرنا كده برضو، دايما بقول او دايما بسال نفسي ازاي ما بنستغلش الجماهير، ازاي ما بنحطش الجماهير دي في حضننا، ازاي ما بنحطهمش تحت بطننا. بجد لو عملنا كده مع الجماهير، خصوصا الجماهير بحجم النادي الاهلي ونادي الزمالك، الجماهير كلها اللي هي الجماهير، بس انا بتكلم يعني بانتماء النادي الاهلي، بتكلم على جماهير النادي الاهلي جيش، لو حطيتهم في حضنك انت معاك جيش تاني. فنفسي نفسي نستغل الجماهير للايجاب وليس السلب. في العموم كابتن محمود الخطيب رمز وقيمه، وهيفضل رمز وقيمه باخلاقه بادبه بكل اللي تعرض له. لكن فضل الكابتن محمود الخطيب، وحضراتكم شايفين الايام اللي فاتت والساعات اللي القليله اللي فاتت ايه اللي بيحصل فيها. المبادئ والاخلاق والشكل والادب هو اللي دايما رايته بتترفع في الاخر. كل سنه حضرتك طيب وبخير، ودايما منورنا وبيننا وفي وسطنا، ودايما قيمه وقامه كابتن الكبير محمود الخطيب.
هيكون ضيفي بعد الأخبار النجم الكبير كابتن تامر بجدو نجم الأهلي السابق، شخصية جميلة جدا من الناس اللي أنا بحبها شخصيا، هنتكلم معاه في كل الأحداث اللي حصلت على الساحة الرياضية. تعالوا أكلمكم على أخبار النادي الأهلي، هيكون معايا زميل عزيز شريف شعبان عشان يغطي اللي حصل في التمرين وقولنا اللي حصل فيه إيه. إن شاء الله بكرة الفريق هيطير للإمارات الخميس بإذن الله في معسكر الخليج، كل التوفيق لكل اللعيبة والجهاز الفني بقيادة فايلر. زي العادة ريني فاير بيجتمع باللاعبين بيتكلمهم على اللي بيحصل في المران والسلبيات والإيجابيات والفنيات والتكتيكس اللي هو عايزها، يعني بيتكلم معاهم في العموم، وده اللي تعودنا عليه من ريني فايلر مدير فني السويسري للنادي الأهلي. وأعتقد إن هي أو قلنا قبل كده إن هي ظاهرة إيجابية وإيجابية